خامسا مر علينا أن ابن كثير قال ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم وذلك آخر الزمان. فتبين أنه يقول بأن آخر الزمان وعصر ظهور المهدي من تطبيقات ومصاديق بل من أوضح المصاديق بل من أوضحها وأخطرها، حيث سيكونون من أنصار الدجال أي اليهود، حيث سيكون اليهود من أنصار الدجال وإبليس اللعين، وستكون نهايتهم فيها بإذن الله تعالى وتسديده. فلا نحتاج إذن إلى أي مؤونة وزيادة بيان في طرح التأويل والتفسير الوارد عن هالبيت النبوة الأطهار عليهم السلام، مع ملاحظة أنه ومنذ مئات السنين يعيش اليهود في بلاد المسلمين السنة والشيعة ولا يوجد فرض جزية عليهم، بينما الآية الشريفة والوعد الإلهي يتحدث عن تسليط وسوء عذاب وجزية عليهم إلى يوم الدين. ومع ملاحظة أن النص الشريف خطاب للرسول الخاتم عليه وعلى آله الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ووعد وقسم بأنه تعالى سيبعث عليهم من يسوهم سوء العذاب، قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أقول إذن هو خطاب الرسول وهو وعد وقسم إلهي بأنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب، فلا يعقل أو يستبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيبعث عليهم، فهو مبعوث أصلا طبعا لو أرادوا أن نتنزل معهم أنه سيبعث سنحتاج إلى أطروحة الرجعة، وهذا يكون فيه الخير الكثير لو تنزلوا معنا في أطروحة وحقيقة الرجعة الإلهية. إذن نقول فهو مبعوث أصلا، إضافة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو كان هو المقصود في المعنى لكان الأنسب أن يكون الخطاب، لاحظ أقول لكان الأنسب أن يكون الخطاب بصيغة الحاضر المخاطب، فيكون مثلا لبعثك أو لسلطك أو نحوها. فمتى يتحقق الوعد الإلهي ويبقى إلى يوم القيامة؟ لأن نزول العذاب عليهم وأن الذي سيسومهم سوء العذاب يقول إلى يوم القيامة. عندي أليف بحار الأنوار وفي مجمع البيان، قال الطبرسي رحمه الله قوله تعالى من يسومهم سوء العذاب أي ومن يذيقهم ويوليهم شدة العذاب بالقتل وأخذ الجزية منهم، والمعنى أو المعني به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند جميع المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. إذن عندنا، التفت جيدا، أول شيء عندنا كتفسير عن أهل البيت سلام الله عليهم، والذي هو قد أجمع عليه أن لا نقول بأن ما حصل عليهم وما يحصل عليهم من سوء عذاب من الدول الكافرة من المجتمعات الكافرة هذا غير داخل بالنص القرآني، هذا وعد إلهي وخطاب وموجه وجعل موجه لمن سيقوم بإنزال العذاب عليهم وبالذي سيسومهم سوء العذاب، فهذا يختص بمجموعة بإمام صالح بأمة صالحة بقوم صالحين وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باء بحار الأنوار وفي تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هم أمة محمد صلى الله عليه وآله تسوم أو يسومون أهل الكتاب سوء العذاب يأخذون منهم الجزية. متى سيحصل؟ يقول وكما قلنا هذا القيد مهم، إلى يوم القيامة. متى سيحصل؟ هل تحقق هذا؟ لم يأتي يوم القيامة ولا يوجد من يسومهم سوء العذاب، إذن سيتحقق في عصر الظهور في اليوم الموعود عند ظهور المنقذ المهدي السني أو المهدي الشيعي الذي سيصلي عيسى خلفه.